اجا حرك الوزير، انا اكلت له وزير، حرك الفيل اكل، اكلت له يا ام ام اكل لك ملك في الفيل. انا بحب لعبه الشطرنج كثير، فسمعت انيتو راح يصير اليوم بطولي هون، فحبيت انيتو مشارك فيها. بعدين انه قررت اجي اشوف مهاراتي ونميها، بتهجب حالي ومفتخر انه اخذت الدرجه الاولى على البراعم بطوله. يعني اداء صادم انه يطلع عنا في المحرر هالاداء المتميز من الاطفال. فباذن الله تعالى يعني، وانا بوعد الجميع في الايام المقبله انه نكون حتى منتخب باذن الله تعالى. بهدف رفع سويه البراعم في لعبه الشطرنج، تقام الان في مدينه ادلب بطوله كاس البراعم للشطرنج في الشمال السوري المحرر. كما نشاهد هذه البطوله التي تضم عشرات اللاعبين من معظم المدارس والفرق الرياضيه الموجوده في مناطق ادلب. من أي مدرسة فيه؟ مدرسة دريم. من مدرسة دريم، شو جاي تعمل اليوم هون؟ عشان نتدرب على الشطرنج. ولعبت شطرنج؟ وأنت هيك عمرك 5 سنين؟ فزت ولا ربحت؟ فزت وخسرت. فزت جولة وخسرت جولة. طيب الخصم اللي كان عم بيلعب قبلك قوي ولا لا ضعيف؟ كيف فزت عليه؟ ضعيف. ضعيف؟ بالجولة اللي فزت عليها، والجولة اللي خسرت فيها كيف فاز عليك؟ اجا حرك الوزير، انا اكلت له وزير، حرك الفيل اكل، اكلت له يا ام ام اكل لك ايش ملك في الفيل. ايه قال لك ايش ملك واكل لك الملك وخسرت. وهلا بدك تضل متابع وتربح ولا شو؟ بدي تضل متابع. انا بهيك بطولات اول شيء كنت العب مع اهلي ويعني واخواتي، بعدين انه قررت اجي اشوف مهاراتي ونميها مشان انه اذا حبيت بتعرف على ناس جديده وبقوي يعني الامكانيه اللي بدي العب فيها. اليوم البطوله على مستوى عالي، كيف شفت المنافسه بالخصم اللي كان مثلا لعبتي معه؟ هلا الخصم كان قوي بس الحمد لله بفضل رب العالمين قدرت اتغلب عليه. شو اليوم جاي تعمله؟ اتحدى الشطرنج بين المحافظة، ويعني بدي اختبر نفسي وشوف الطلاب الطيبين ماشي حالا ان شاء الله. شلون شفت مستوى اللعب يعني؟ ان شاء الله جيد ان شاء الله. كيف كان في قدامك مثلا مستوى خصم قوي ولا كيف شفت مستوى اللعب؟ هلا في كان اول واحد لا ثاني واحد. انا بحب الشطرنج ولانه كنت العب مع رفقاتي هيك مسابقة صغيرة، بس هلا مسابقة كبيرة. كيف شفت المنافسة ضمن المسابقة؟ كثير قوي. أنا بحب لعبة الشطرنج كثير، فسمعت إنيتو راح يصير اليوم بطولي هون، فحبيت إنيتو مشارك فيها، والحمد لله حققت النصر في بعض الجولات، وبتمنى إني أحقق النصر في كل الجولات لنهاية البطولة وأحصل على المركز الأول. الخصم كان قوي بس بعدين أنا حسنت سيطرة عليه وهزمته. الفائز بالدرجة الأولى، بداية عرفنا عنك. اسمي يوسف الحسن من مدرسة ماري. شو شعورك اليوم أنت وصلت للمرحلة النهائية وفزت بالدرجة الأولى؟ إنه تأخذ الدرجة الأولى بحس بفرح ومبتهجب حالي ومفتخر إنه أخذت الدرجة الأولى على البراعم بطولة. طيب شو الدافع اللي خلاك تشارك مثل هيك بطولة يعني؟ كنت بلعب مع أهلي ومع رفقاتي بالمدرسة وكنت بفوز عليهم وبشوف حالي اني لعيب. اجيت على البطولة مشان اشوف حالي وانا ضد بالبطولة ضد ناس غير يعني وكونوا اقوى. كيف شفت خصومك اللي لعبت معهم اليوم؟ واجهت صعوبة بالاخر شخص، كان واجهت صعوبة لحتى غلبته. الحقيقة يعني أول خطوة كتير حلوة وجريئة من اتحاد الشطرنج أنه أقام بطولة لهالبراعم الصغيرة هاي تحت 13 سنة. إن شاء الله في منهم كتير مواهب، نتمنى من الله أنه تسقل هذه المواهب في المستقبل ويكون لها إن شاء الله شأن في لعبة. برأيك شفت في مستوى عالي من ضمنهم يعني؟ والله أنا شفت 3 أو 4 مميزين جدا الحقيقة، إن شاء الله لهم مستقبل باهر في لعبة الشطرنج إن شاء الله. الرحمن سبلوم.
طبعا مثل ما بنعرف انه النجاح اللي بنوصل له ما بنوصل له الا من خلال الاعتناء بالفئات العمريه والقواعد. فبلشنا من بطوله براعم بتضم اطفال تحت 13 سنه. طبعا النظام اللي اتبعناه هو النظام السويسري. النظام السويسري بنص انه من خلال الجولات الفائز الجوله الاولى بيلعب مع الفائز من الجوله الاولى، يعني موضوعه تجميع نقاط. في نهاية الموضوع من خلال تجميع النقاط ببين الفائزين. هلا بالنسبة للخاسرين نحن بنعتمد على هالموضوع على مشاركة الأطفال، يعني ما بيجوز نكسر بخاطر الطفل، فلذلك حتى الخاسر بيلعب مع الخاسر. يعني موضوعه بيضل لآخر جولة عم بيلعب الطفل. ومن خلاله يعني ببين معنا المتميزين من خلال هاللعبة. كان أداء مفاجئ لأنه في أطفال جدا جدا مميزين. يعني أداء صادم إنه يطلع عنا في المحرر. هالأداء المتميز من الأطفال. فبإذن الله تعالى يعني وأنا بوعد الجميع في الأيام المقبلة أنه نكون حتى منتخب بإذن الله تعالى من البراعم بيكون نوال للمشاركات حتى الخارجية بإذن الله تعالى.